نجدهم تقريبا في كل المناطق التشادية. الجبال لهم عادات وتقاليد في السابق لأنها تمثل بطاقة سكان المنطقة. جبال جميلة تمثل أماكن سياحية ملائمة للزيارة، ولكن لم تستثمر بعد مثل هذا الجبل الذي يحمل اسم المنطقة هجر لميس. حجر لميس أو حجر خميس سمي بهذا الاسم في حوالي عام 1900 عند وصول المستعمرين في المنطقة. المستعمرين عند وصولهم في المنطقة لهم صعوبة في نطق الأسماء المحلية، لهذا السبب كلمة خميس هي تعني اليوم من أيام الأسبوع، وصار الآن اسم لجبل حجر لميس. هذا اليوم هو يوم السوق الكبير الأسبوعي لقرية كرل، حاليا أصبحت مركز إداري في ولاية حجر لميس. حجر لميس ده يوم برمي الخطوة اللي دي جينا أبهانا جدونا قاعدة ده هاد نقول حجر بس نصارى جونا قال لكم خطوة بمتى كنا خطيناها يوم الخميس. حجر لميس ده قلنا الخميس يوم الخميس نلقى أن فيها كي 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 جدودنا أبهنا كي دار دم إلا نصارى ما نار نار آخر ولا وتير ولا بسكليت ولا مبليت واحد كله ما في. جانا نصاري قام من صباح جوني هنا. حجر لميس ده سموه حجر لميس ده، هو الحجر ده من قايم كله في لبة في عنده فقرة فيه. هلت الحجر الجنب دي كان بقينا في الليل ده، هسه الفقرة فقروا في لبة الحجر ده فيه، عشان ده حجر لميس حجر لميس حجر لميس ده سببه. في السابق حجر لميس على حسب مواليد هذه المنطقة مجتمعات عديدة ومختلفة تعيش حوالي هذا الجبل بوجود الحياة البرية. وداي فيه ها هجار فيه ها سارة فيه يو زين قرآن فيه زقاوة فيه زين ده اسمه شنو مسمجة فيه هوسة فيه فلاتة فيه كانومبو فيه كل لهم انا ساكنين معنا هلم كلنا قال في ايش التم هي الابهان اللي بس عايشين فوق هي بس اول كل قلنا هرات دول كل قاعدين في هرات الابهان اللي بس الصيد زمان كتير مرفعين فيه دود كله فيه ده ثم شنو ده كلب ذاك نمر كله فيه صيد كله فيه تراب الله خدر كين نصارى جو هاو جو البندق بابا بابا نشو ضربوا طير في فوق قشم المي وطلبوه يسووه ده صيد كل الارض صيد واحد كله ما في ولا بدي الا ولا قطي ولا ضربان كيف بس. جبل حجر لميس كان في السابق يجتمع حوله كل الخيرات، أصبح لا شيء للجيل الحالي. الأشياء التي كانت
تجذب المواطنين العيش حول هذا الجبل مثل الصيد والمياه انعدمت ولم يكن لها وجود غير أصوات الطيور. قال ما قصقص ماشي قدام زمان ده علم لما لين هجر كبير ده شفته قال ما كب لما فوقه انينا ما بلا ما اخوها نوده التمساح تعرفه يجي يسين يقول لك يبيط فيها في قاعد هجر ده يوم قال ما مشى مره وقت قال ما قبل لنا يعني كل قاعدين في لك يا بس جانا كم مشينا لمينا فيه كان اللين ده من عمري انا ده انا قدر قمت انا قمت في هجر لميس يا اليوم ده عندي 80 او 30 سنه يوم اكل جمال كل ما شفته يوم اكل ما شفته كله قاتلنا بس عاوز مرقنا ودانا بنترم كلها الياباس المسير ما جانا بقي بقي مننا وندور الهراتة كان قلنا شو قلت شفنا كي كان نمشي ندور ندور بكان اللين نهر ناكل فوقه كان ميكي هجر لميس ده انا 83 سنه قاعد في هجر لميس ده بس كان بيتنا ابوي قايدين بعد سنين عديده هجر لميس كان في السابق جبلا يمثل تاريخ سكان المنطقه أصبح أمام تحديات إذا لم يجدوا لها حلا سريعا ستصبح بداية لزوال الجبل بنفسه. هجر لميس من المفروض يكون واحد من الأماكن السياحية الكبرى في البلد. هجر لميس أصبح الآن منفعة لشركة من الشركات التشادية لاستقلال الحصى. من الاثنين الى الجمعة كمية كبيرة من الحصى تخرج من هذا الجبل. في يوم من الايام هذا الجبل التاريخي سيمحى عن الوجود وخاصة عن خريطة تشاد. هل هذه الولاية تستمر بحفظ اسمها الحالي هجر لميس؟ لازم نفكر سويا في هذا الشأن.